به 3 بلايش للسي اس اس حاليا في زنجبار، من بعد نعطيكم شكون صاحب الهدف. رجع ليتوال امين كان لاعبي، ما كانش ناجحه برشا كما كان السنه ولا حبه، علاش؟ ولا صحيح ما مش ناجحه ولا دابري شنو معناها مش ناجحه من اما رياضيا حتى ايه عندكش سكوب اخر ولا سؤال اخر لحاجه من الله عندكش؟ لا عندكش حاجه مو تجيني تجيك واحده واحده تبيعا. اظن انا وقتها اللي جيت النجم الرياضي الساحلي كي رجعت سيتي ان شوا ومانيش ندم عليه. ايما بصراحه مانيش ندم عليه. كان عندك سكوب قولوا وين نقولوا انا قبلها بالضبط من بعد ما كملت في الكويت. النادي العربي. النادي العربي الكويتي. تجربة كانت ناجحة وقتها في العرب. الحمد لله. اتصل بي ديريكتور سبورتيف اللي خدمت معاه في اف سي زوريخ فريدي بيكيل. استغربت من الحقيقة الاتصال وقال لي راهو حلمت بيك انه نحب نجيبك لرابيد فيينا. الحقيقة نتاع ربي والله يعني شكيت من اللي بالكل شكيت خاطر تلقى روحك من العربي يعني باش تمشي رابيد فيينا جمعية كبيرة كومام تستغرب. صحيح. قال لي شوف وقتها خمم واستدعاني انا وزوجتي تحولنا لرابيد فيينا يعني غادي في بحثهم لفيينا. قابلت المدرب وعملت تيست ميديكال وعملت بريزونتاسيون بالتريك والكونترا مصح من فيينا. علاش ما مشيتش؟ لأسباب عائلية. هي انا حكيت لك على ايطوال مشيت لرابيد فيينا شنو عليك؟ بعد رجعت وما سمع بالبريود هذيك ما سمع بها حتى حد بريسك. حكيت لحد احد. الوالد كان حابذ اني نقعد في تونس. لظروف عائلية وشنو مش نقعد في تونس لازم نمشي النجم الرياضي الساحلي. هما خموا فيه عندي يعني كان كل كان يعني قريب لي اللي هو يخدم مع المجموعة. عرض عليه قلت له ما يقلقنيش علاش لا جامعتي نرجع لها. في الاثناء شنو صار؟ في الاثناء الاستقبال هكاك وبر ما نحكيش لاسامي. الاقل المجالس بالامانات. باهي على الاقل مسؤولين مدربين ملاعبين. مسؤولين. باهي ومن بعد حياتي كلنا لعبت اكون. عجنب ولا تلعب؟ صحيح. نلقى روحي بحذا غازي فردين انا وغازي اللي عمري ما لعبتها. وقتها كان يلعب يعني كاتاكون عمر مرعي. وكوستا وكوستا امين جاي بريسك همشوك امين. انا محترم روحي ما نعدلش. وعطيت كل ما عندي ولعبت في بوست واللي تقال لي انه يزيك مال معناها لعبت وكما نقولوا انت اليوم باش تعاون فهمت ما يقلقش لو كان لعبت على اليسار ولا تلعب جارديان ما يقلقش. قلقتك شويه الحكايه هذه؟ تقلقك اكيد في وقت اللي حياتي كلنا لعبت تاكون كل لعبت تاكون وقتها ماركيت. انت ما تجاوزتها وصلوك امين ندمت عليها رجع ولا لا؟ لا ما ندمش عمري ما نندم. خاطر انا السوفي حطيت روحي في سيتياسيون لازم نتاقلم. لازم تتاقلم راه وصل تعرف الاشكاليه ديما صعيبه في شنو كي تلقى روحك يعني مع عقليه اوروبيه امور اداريه منظمه برشا ما ثماش الاكسترا سبورتيف. احنا في تونس برشا اكسترا سبورتيف ميم سي تا واحد كي يقعد مع روحه يقول لي شبيتي انا ما مديت من هنا يعني متعود بالجو الذاكره وكي تخرج لبرا وتقعد مخك عامل ميزاجور على البرا تتعب برشا.